الاداري. وانا الحقيقه في بدايه ما توليت بعدها يمكن بشهر لما درست الموضوع مع المسؤولين قدمت مشروع للسيد رئيس الوزراء على ان احنا نرجع تاني هيئه النظافه تتولى مسؤوليه نظافه القاهره بنفس الاسلوب القديم مع تطويره. يعني ما عادش يبقى بقى في عربيات كارو وكلام من ده، هنجيب عربيات حديثه مع متعاهدين هيتولوا الجامع السكني والجامع التجاري، وده كله هينزل فيه مناطق مناولة مباشرة، مش هيبقى فيه صناديق في الشوارع. دي أهم نقطة في الموضوع. علاوة على الكنس ونظافة الشوارع، الشركة الأجنبية كانت بتكنس مرة واحدة في اليوم الصبح، وبعد كده طبعا آخر النهار الشوارع ما بتبقاش نظيفة، فاحنا قررنا ان احنا نكنس 3 مرات، وحاليا احنا بنكنس فعلا 3 مرات في المعادي ومرتين في طرق اللي طبقنا فيهم حتى الان. طبعا الشركه القابضه اثناء ما بعرض بقى على السيد رئيس مجلس الوزراء وبنتناقش في الموضوع ده، ولينا مطالب معدات عشان الهيئه بقى لها مده ما جابتش معدات طبعا، وقدرناها بحوالي قدرناها بحوالي 300 مليون جنيه، وده اقل كتير من اللي كنا بندفعه للشركات الاجنبيه، وهنشتريه مره واحده. زائد تعيين عماله، هو طبعا مبدا التعيين كان مرفوض، فاحنا هنتعاقد او تعاقدنا بالفعل مع موردين للعماله. اللي حصل بعد كده ان بدات تظهر فكره الشركه القابضه من الساده، من بعض الساده النواب والساده المسؤولين. طبعا عمليه انشاء الشركه القابضه هتاخد وقت طويل، لسه وعايزه تمويل وعايزه تنظيم وكده، والقاهرة خلاص ده التعاقدات بدأت تخلص من شهر 9 السنة دي. 9 خلص تعاقد المعادي و11 خلص تعاقد طرق، ومع بدايات السنة الجاية هتبتدي الأحياء تخش تباعا، فلازم ندخل شوف بديل. طبعا الحقيقة السيد رئيس الوزراء يعني الحمد لله وافقني وعرض على المجلس الوزراء، وخدنا قرار بأن احنا هيئة النظافة تتولى المسؤولية لحين إنشاء الشركة القابضة. صحيح، والحمد لله يعني لما طبقنا الأسلوب في المعادي جاب نتيجة إيجابية كبيرة.